وكلما كان الأمر أخفى كلما كان أحب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الأصل في الفرائض التي فرضها الله أن تكون ظاهرة، والأصل في النوافل أن تكون في السر. ولذا استحب للإنسان أن يصلي، يعني أحب الصلاة إلى الله تبارك وتعالى في البيت ما عدا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأنها نوافل اكتمها بينك وبين الله تبارك وتعالى. صدقة السر، أما الزكاة فيظهرها ويعلنها لأنها واجبة، بينما صدقة السر يخفيها وكانت أفضل. وهكذا يقول أهل العلم النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى فإنها تكون في السر أفضل، أما الواجبات والفرائض فيظهرها حتى لا يتهم في دينه، فيظهر هذه العبادة لله تبارك وتعالى ويظهرها للناس.